بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. نعم. ثم قول المصنف: والحسن منها برضا الله تعالى، والقبيح منها ليس برضائه. نحن ببيان مسألة أفعال العباد، إذن قال المصنف عن قسمين من أفعال العباد: حسن منها وقبيح. والحسن منها برضا الله تعالى، والقبيح منها ليس برضائه. ماذا أراد به المصنف؟ هذا شروع في بيان كون أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى، وبيان الفرق بين الرضا والإرادة. يعني هناك إرادة الله تعالى ورضا الله تعالى، بينهما فرق. إرادة تتعلق بجميع الأفعال قبيحها وحسنها، أما الرضا فلا يتعلق إلا بالحسن من أفعال العباد. نعم، هكذا الفرق بينهما. والحسن منها أي من أفعال العباد، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في العاجل. الحسن من أفعال العباد، ما هو الحسن من أفعال العباد؟ ما يعني فعل يكون متعلق المدح في العاجل، يعني في الدنيا، لأجله يكون مدحا، يكون الفعل ممدوحا، يكون متعلق المدح. المدح من الله تعالى، من يمدح؟ يمدحه الله تعالى، ويمدح رسوله، ويمدح سائر الأنبياء والصالحين، ويمدحه هذا الدين، يكون ممدوحا في شريعة الإسلام. نعم. والثواب، ما تكون متعلق الثواب في الآجل، يكون في الآخرة ثواب في الجنة، هذا هو الفعل الحسن. وهكذا قال. ثم بعده حينما قال والقبيح منها، عرفه الشارح بقوله: ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في العاجل. لو فسر هكذا الحسن والقبيح، يكون هناك واسطة، يعني المباحات، مباحات لم يدخل في المدح ولم يدخل في القبيح، لم يدخل في الحسن ولم يدخل في القبيح حسب هذا التعريف والبيان. ليس حسنا ولا قبيحا، ولم يذكر المصنف قسما ثالثا أيضا للمباحات، بل قسم الأفعال إلى قسمين: حسن وقبيح فقط. فينبغي أن تدخل المباحات في أحد القسمين، وهو يستحق أن يدخل في الحسن
لماذا؟ مباح لا يكون متعلق الذم في العجل ولا متعلق العقاب في العجل. لذلك قال الشاعر: والأحسن أن يفسر، الأحسن أن يفسر الحسن بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب، يعني لا يكون متعلقا متعلقا للذم في العاجل ولا العقاب في الآجل ليشمل المباح. فإذا يكون الحسن شامل للمباح. إذا نعم هكذا. فإذا هو أولا فسر وقال: وهو ما يكون متعلق المدح في الآجل والثواب في الآجل. ثم هو نفسه يقول والأحسن. إذا لم يفسره بهذا التفسير الأحسن أولا؟ يعني هذا منقولات. فإذا المشايخ والعلماء المقتدون في هذا الفن، أئمة هذا الفن، فسروه هكذا. فإذا شارح أيضا اقتدى بهم، ثم بعد ذلك ذكر رأيه. نعم. برضا الله تعالى الحسن، أي بإرادته من غير اعتراض. بإرادته يعني الحسن بإرادته تعالى. ما معنى رضا الله تعالى؟ عدم اعتراضه. لماذا؟ لأن الرضا صفة قلبية. فإذا والله تعالى منزه عن حقيقته، لذلك قال من غير اعتراض. عدم اعتراضه هو الرضا، ثم هو المراد بالرضا. والقبيح منها ما وهو ما يتعلق ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في العاجل ليس برضائه. قبيح ليس برضائه. لماذا؟ لما عليه من الاعتراض. فإذا فيه اعتراض، القبيح فيه اعتراض من الله تعالى وإنكار. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الكفر لا يرضى الله سبحانه وتعالى، بل يكون الكفر مخلوقا لله تعالى بإرادته وقدرته هكذا. يعني أن الإرادة والمشية والتقدير، تقدير يعني تقدير سابق قدر، يتعلق بالكل. بالكل معناه بالكل، بكل من الحسن والقبيح من أفعال العباد. والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. هذا هو بيان الفرق. ثم بعده مسألة أخرى: الاستطاعة مع الفعل، أو هل هي سابقة للفعل؟ هكذا خلاف في هذه المسألة. الاستطاعة هل هي سابقة للفعل أو مقترنة بالفعل؟ فإذا مذهب أهل السنة في هذه المسألة أن الاستطاعة مع الفعل، يعني مقترنة مع الفعل، ليست سابقة، خلافا للمعتزلة. ثم بعده يعرف الاستطاعة، ماذا أراد بالاستطاعة؟ وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. هذه هي الاستطاعة. والاستطاعة مع الفعل، والاستطاعة مع الفعل، هذه مسألة. والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة، وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. هذا تعريف الاستطاعة. للاستطاعة معنى، يعني هذا معنى، وسيأتي معنى آخر. المعنى الآخر هو سلامة الآلات. الاستطاعة تطلق على سلامة الآلات، وهذه الاستطاعة ليست ذاك كما سيأتي في المتن نفسه. ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح. الاستطاعة التي تكون مع الفعل ما هي؟ حقيقة القدرة، حقيقة الطاعة التي يكون بها الفعل، فعل العبد. مثلا أنا أتحدث،
هذا التحدث هذا الكلام باستطاعة، هذه مقترنة مع تحدثي وكلامي. كذلك عندما يمشي أحدنا أو يكتب أحدنا أو يصلي أحدنا، فإذا هناك استطاعة بها يقع الفعل، يكون الفعل. هذه الصلاة، هذه الكتابة، وهذا المشي، كلها جميع الأفعال يكون ويقع باستطاعة، وهذه الاستطاعة مقترنة. إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرل يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية. هكذا ذكر صاحب التفسيرات تعريفا للاستطاعة من أنها، يعني هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. هذا التعريف إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة. ماذا ذكر صاحب التبصرة؟ هو قال ذكر أنها عرل، استطاعة عرل يخلقه الله تعالى في الحيوان، نعم، في جميع الحيوانات هكذا، يفعل به الأفعال الاختيارية، ثم وهي علة للفعل، هكذا قال صاحب التبصرة. يعني الاستطاعة هل هي علة للفعل أو شرط للفعل؟ هكذا خلاف. صاحب التبصرة قال إنها علة للفعل، والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علته. فإذن ما الفرق بينهما؟ الفرق يعني لو كان علة فلا يتخلف عنها المعلول، المعلول لا يتخلف عن العلة، أما شرط يتخلف عنه المشروط. مثلا هذه صلاة شرطها الوضوء، ولا يلزم من الوضوء الصلاة، لا يتخلف. نعم، أما العلة ليس كذلك، لو وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. نعم، وبالجملة يعني سواء كان شرطا أو علة، أيا كان استطاعة صفة عرل قدرة يخلقها الله تعالى. متى يخلق؟ عند قصد اكتساب الفعل، رجل يريد أن يكتسب فعلا، عندئذ الله تعالى يخلق هذه القدرة، هذا الأرض، قبل ذلك لا يكون. هناك ذكرنا أن هناك استطاعة أخرى، يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح، وهذا يكون سابقا. استطاعة بمعنى آخر تكون سابقة عن الفعل، وهذه لا تكون سابقة بل مع الفعل. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة خير فعل الخير، الله تعالى يخلق قدرة فعل الخير. وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر. هكذا يعني أي فعل أراد أن يفعل يكتسب فيخلق الله سبحانه وتعالى قدرته مقترنة بالفعل، هكذا هو. ثم هو قال فصل هكذا، يعني فعل الخير قدرة فعل الخير، كذلك فعل الشر قدرة فعل الشر. هذا ليس للتقسيم، بل هذا لإفادة أن الله سبحانه وتعالى يخلق قدرة الخير والشر جميعا، قدرة الخير والشر جميعا، يعني سواء كان هذه القدرة لاكتساب الخير أو لاكتساب الشر، فالقدرة مخلوقة لله تعالى، الله تعالى يخلقها. فإذا القصد من العبد هكذا، فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير. يعني لو قصد الشر اكتساب الشر فالله تعالى
يخلق قدرة فعل الشر. من الذي ضيع قدرة فعل الخير عندئذ؟ هذا العبد الكاسب نفسه، ليس الله تعالى. فيستحق الذم، لأجل ذلك هو المضيع، لذلك هو يستحق الذم والعقاب. ثم ولهذا ذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. الله تعالى ذم الكافرين بأي شيء؟ بأنهم لا يستطيعون السمع، يعني ليس لهم استطاعة قبول هذا الدين والدعوة ودعوة الرسالة، لا يستطيعون. لماذا؟ هم قصدوا الكفر، لذلك ليس لهم استطاعة القبول، استطاعة السمع، السمع بمعنى القبول. فإذا ليس لهم استطاعة القبول، قبول الإيمان. لماذا؟ لأنهم اختاروا الكفر، لذلك لم يخلق الله سبحانه وتعالى لهم استطاعة القبول، بل خلق لهم استطاعة الكفر. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان، فهذا شروع في بيان أدلة مذهبنا. مذهبنا أن الاستطاعة مقارنة للفعل مع الفعل. إذن ماذا دليله؟ دليله هذا استطاعة عرضا ذكرنا، لو كان عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه. لماذا؟ وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الأعراض. الأعراض لا تبقى، بينا مذهب الإمام الأشعري رحمه الله. هناك يكون تجدد الأمثال فقط في الأعراض. فإذا لو وجد هذا الأعراض، يعني الاستطاعة لو وجدت قبل الفعل بمدة أو بلحظة فهي غير باقية عند الفعل. فبأي شيء يقع الفعل بدون استطاعة ولا قدرة؟ هذا محال. هذا الذي قال بلا استطاعة وقدرة عليه. فإن قيل لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ يعني هناك مذهبان في بقاء الأعراض، هل تبقى يعني الأعراض بأنفسها أو تستمر بأمثالها؟ لا ثالث لهما. فإذا لو قيل أن الأعراض هنا الاستطاعة غير باقية بسبب عدم بقاء الأعراض، فهناك الأعراض تتجدد أمثالها، فالاستطاعة أيضا كذلك لو انتفت انعدمت استطاعة فتتجدد مثلها عقيبها، كذلك لو انعدم المثل فيأتي المثل الثاني ثم انعدامه ثم المثل الثالث هكذا يستمر. فإذا عند الفعل يكون هناك قدرة استطاعة، وهذه مثل للاستطاعة الأولى السابقة. فإذا لا يقع الفعل بدون قدرة واستطاعة، بل يقع الفعل بمثل قدرة واستطاعة، ليس بالقدرة والاستطاعة. وهذه القدرة والاستطاعة هي الأولى من هذه السلسلة. فإذا عند الفعل يوجد مثل القدرة والاستطاعة. على كل حال لا يقع الفعل بدون الاستطاعة والقدرة، هكذا يراد. ما هو الجواب؟ قلنا إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة. فإذا ندعي لزوم ذلك، يعني لو كانت القدرة سابقة، استطاعة سابقة، نقول يلزم عليه أن وقوع الفعل بدون الاستطاعة. لماذا؟ إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة، يعني نتحدث عن قدرة بها الفعل، هذه القدرة متى؟ هل هي مع الفعل أو سابقة؟ لو كانت سابقة هي منعدمة ثم تجدد مثلها، ذا المثل ليس الشيء، ليس الاستطاعة السابقة. فإذا هنا
لو كانت هذه الاستطاعة التي بها الفعل لو كانت سابقة فينبغي أن يقع الفعل بدون استطاعة هكذا. وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارنة فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له. يعني لو قلتم أن الفعل بقدرة وقع فهذه القدرة لو كانت مثلا للقدرة السابقة فأنتم اعترفتم أن القدرة التي بها الفعل كانت مقارنة للفعل، أما التي كانت سابقة هي منعدمة لم يقع بها الفعل، فإذا أنتم اعترفتم مذهبنا. نعم. ثم لا تكون إلا مقارنة. ثم إن ادعيتم، هذا خطاب للمعتزلة المخالفون لنا في هذه المسألة، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. يعني في هذا الفرض الثاني والتقدير الثاني ماذا اعترفوا؟ اعترفوا أن هذا الفعل بقدرة وقع، فالقدرة التي وقع بها الفعل مقارنة للفعل. ثم هم قالوا بسابقية القدرة ثم تجددا تجددا تجددا، فإذا أي مانع من وقوع الفعل بالاستطاعة الأولى السابقة؟ عندئذ يعني عند حدوث الاستطاعة هل من مانع؟ ثم هل يشترط هناك هكذا السبق متجددات ثم بعده بمثل القدرة والاستطاعة يقع الفعل هكذا أنتم فرضتم؟ فإذا عليكم البيان، هذا دعوة لا دليل عليه. نعم. أما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى عن الفعل إما بالتجدد الأمثال وإما باستقامة بقاء الأعراض، هكذا احتمالان. فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل بالقدرة، مقارنة الفعل بالقدرة. نعم. ثم ما يقال هكذا لو فرضنا بقاء القدرة السابقة، كيف بقي؟ هذا بتجدد الأمثال أو باستقامة بقاء الأعراض، يعني الأعراض تبقى، لذلك هذه القدرة والاستطاعة كانت باقية. فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها بهذه القدرة استطاعتي متى؟ في الحالة الأولى. فقد تركوا مذهبه، لماذا؟ حيث جوزوا مقارنة الفعل بالقدرة، هنا فعل مقارن بالقدرة والقدرة والاستطاعة مقارنة بالفعل، هذا الذي ذكرنا. أنتم ذكرتم أن الاستطاعة متقدمة سابقة على الفعل، أنتم نفيتم هذه المقارنة، لكن هنا أنتم اعترفتم بالمقارنة. وإن قالوا بامتناع لزم التحكم، يعني هكذا تبقى هذه الاستطاعة والقدرة. ثم لو جوزتم ماذا؟ وقوع الفعل بهذه الاستطاعة في الحالة الأولى تذكر مذهبه. وإن منعوا، يعني فإن قالوا بجواز وجود الفعل وإن قالوا بامتناع وجود الفعل بالاستطاعة في الحالة الأولى لزم التحكم، هذا تحكم دعوى بلا دليل، والترجيح من المرجح، لماذا؟ إذ القدرة بحالها لم تتغير، في الحالة الأولى كانت الاستطاعة ثم هي بقيت، لم يحدث في هذه الاستطاعة شيء من المعاني، لماذا؟ هذا استطاعة عرض لا يحدث فيها شيء من المعاني، لذلك هي باقية على حالها، فلما لا يحدث الفعل بالاستطاعة في الحالة الأولى؟ نعم. ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض، حدوث المعنى على الأعراض محال، فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا، واجبا يعني واقعا، الفعل صار واقعا في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى
ممدنيا. حالة الأولى يعني حالة الحدوث، حالة الثانية يعني حالة الاستمرار. عندئذ ممدنيا ففيه نظر، هكذا يعني ما يقال فيه تحكم أو ترجيح بلا مرجح أو اعترافهم لمذهبنا، هكذا قال. ثم يقول ففيه نظر، لماذا؟ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية. هؤلاء المعتزلة قالوا بسابقية الاستطاعة على الفعل، لكن هل يقولون بامتناع المقارنة الزمانية؟ لا يقولون. وبأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة حتى يمدني حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط. كذلك قائلون لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية، ولا يقولون بأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة قطعا، هكذا لا يقولون. إذن بأن حدوث هو عطفنا على قوله بامتناع المقارنة، يعني هؤلاء لا يقولون بامتناع المقارنة، كذلك لا يقولون بأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة على الفعل بالزمان البتة حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة. لو قالوا هكذا يمتنع، لكن لم يقولوا هكذا. حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط. ثم ولأنه يجوز، هذا توجيه تعليل آخر للنظر، لأن القائلين ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لاندفاع شرط أو وجود مانع، فإذا لا يكون هناك ترجيح بلا مرجح ولا يكون تحكم. نعم، قوله ففيه نظر يعني في هذا القول، فإن قالوا بامتناع لزم التحكم والترجيح بلا مرجح فيه نظر. ولأنه يجوز أن يمتني الفعل في الحالة الأولى لاندفاع شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية يعني يقع في الثانية، الوجوب بمعنى الوقوع، فإذا يقع الفعل في الحالة الثانية لتمام الشرائط، مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء. هذا صفة القادر القدرة، الاستطاعة صفة المستطيع، فهذه الاستطاعة في الحالتين يعني في حالة الحدوث وفي حالة الاستمرار في الحالتين سواء. ومنها هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التيسير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. منها هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التيسير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. هذا هو تحقيق. فإذا فيه نظر، هكذا قال. ثم يمكن أن يجاب عن هذا النظر الثاني، يعني لو كان عدم وقوع الفعل في الحالة الأولى لاندفاع شرط أو لوجود مانع فهذه الاستطاعة لا تكفي لوقوع الفعل. لا نتحدث عن هذه الاستطاعة، بل نتحدث عن الاستطاعة المستجمعة لجميع الشروط الخالية عن جميع الموانع، فهذه تكون مع الفعل لو سبقت، يكون هكذا ترجيح بلا مرجح. ثم وأما امتناع بقاء الأعراض، امتناع بقاء الأعراض هكذا ذكرنا، هذا يعني فيه مشكلة كما سبق، فمبني على مقدمات صعبة البيان، وهي أن بقاء شيء أمر محقق زائد عليه، وأنه يمتنع قيام الأرض بالأرض
وأنه يمدني قيامهما معا بالمحلي. قيامهما يعني قيام عرل مع عرل بالمحلي. ثم بعده يعني بيان معنى الاستطاعة الثاني، لذلك توطية للشعر إلى المتن، ذلك قوله فلما استدل القائلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.